هذه النشرة برعاية كاستريبول، اسي مابلر، دنتالي، ترانسفير جالاكسي. الحكومة السويدية تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد مع تأكيدها أنه لا يزال قوياً. حريق يلتهم 7 منازل شمال ستوكهولم صباح اليوم. أهلا بكم. خفضت الحكومة السويدية من مستوى توقعاتها للنمو في البلاد اليوم، لكنها أكدت أن الاقتصاد السويدي لا يزال قويا. وقالت وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون في مؤتمر صحفي في العاصمة ستوكهولم إن الاقتصاد السويدي قوي، لكن الحكومة تتوقع انخفاضا في الموارد المالية الحكومية، وأن مساحة التغيير في ميزانية الربيع تكاد تكون معدومة. الوزيرة أضافت أن لدى السويد معدل توظيف مرتفع تاريخيا وميزانية قوية ومشهدا سياسيا فريد من نوعه، وذلك في إشارة إلى تعاون حكومة الخضر والحمر مع حزبي الوسط والليبراليين. وأكدت أن الحكومة تريد استثمار وضخ المزيد من الأموال في قطاعات الشرطة والتعليم، وكذلك زيادة المعاشات التقاعدية. بدأت مدينة ستوكهولم تعاونا جديدا مع الشرطة السرية والادعاء العام حول كيفية التعامل مع الأشخاص الذين عادوا إلى العاصمة السويدية بعد انضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وكشفت عمدة ستوكهولم أن كونغ يارا المير في حديث لراديو السويد عن أن المدينة حددت حتى الآن 19 شخصا عادوا من القتال لجانب داعش ويشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. ووفقا لها، فإن الخدمات الاجتماعية السوسيال باتت ملزمة بتقديم المعلومات إلى الشرطة والمدعين العامين عندما تشتبه في أن شخصا ما قد يكون متورطا في جريمة حرب. وحتى الآن لم تتم إدانة أي مقاتل عائد بجرائم ارتكبت أثناء وجوده في الخارج، ويعزى ذلك إلى حد كبير للقوانين المعمول بها والتي تتطلب الاشتباه في جريمة محددة من أجل الشروع في تحقيق أولي. انتقد مسح أجرته صحيفة سفينسكا داغبلادت طريقة تعامل الشرطة السويدية وسلطات الادعاء العام مع الأشخاص الذين يمارسون العنف في إطار العلاقات الشخصية بين الأفراد من عائلة واحدة أو الشركاء المرتبطين ببعض في إطار الزواج أو التعايش المشترك، ما يعرف بالسويد باسم سامبو. وخلص المسح إلى أن الشرطة تهمل عادة استجواب الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب العنف. المسح والذي قامت طبعا به الصحيفة المذكورة استند على سجلات وبيانات ل400 قضية تم اختيارها بشكل عشوائي، ويوضح أن الشرطة لم تقم باستجواب العديد من الأشخاص المشتبه بهم بعد ورود شكاوى ضدهم. طالبت عائلة ناشط سويدي من أصل إريتري اختفى منذ حوالي العام في إثيوبيا الخارجية السويدية بالعمل بصورة جدية أكثر لإعادته إلى السويد، مؤكدة أن التواصل مع الصحفي إرمياس تكي البالغ من العمر 38 عاما تم للمرة الأخيرة في أيار مايو الماضي عندما كان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويشتبه بأن تكون السلطات هناك هي من تحتجزه. وأشارت عائلة الناشط السويدي إلى أنه انتقد مرارا الحكومة الإثيوبية، كما أنه أطلق مجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد الفيسبوك جذبت آلاف السويديين من أصول إريترية. شب حريق كبير صباح اليوم في سلسلة بيوت بمنطقة يارفلا شمال ستوكهولم، ما أدى إلى احتراق 7 بيوت بالكامل بحسب وحدات الطوارئ والإطفاء في ستوكهولم. ووقع الحريق حوالي الساعة 7 صباحا دون تسجيل أي إصابات، حيث تم إخلاء جميع السكان في البيوت المحترقة. ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق في الوقت الذي تنتظر فيه الشرطة إخماده للقيام بتحقيق حول ما حدث. وقالت وحدات الإطفاء أنها حاولت منع انتشار النيران إلى البيوت المجاورة.
سجل شهر مارس أذار الفئة هطولات مطرية كبيرة في مدينة يوتوبوري غربي البلاد. ووفقا لمركز الأرصاد الجوية فقد كان معدل هطول الأمطار أعلى بنسبة 300% تقريبا عن المعدل الطبيعي في أنحاء المدينة خلال ذلك الشهر. وبالرغم من هذه الهطولات الغزيرة إلا أن الطقس لم يكن يعتبر باردا جدا. وأوضح المركز في تقرير له عن طقس شهر أذار مارس في السويد ككل أن السبب وراء ذلك هو مرور حالة مستمرة من الضغط الجوي المنخفض دون انقطاع في الأجواء الغربية من البلاد. ماذا عن حال الطقس اليوم الغد؟ نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية كاستريبول، إس سي موبلر، دنتالي، ترانسفير جالاكسي.